اجيال عظيمه جدا الحقيقه، زي ما حضراتكم شايفين صور جميله جدا بتفكرنا بايام رائعه وايام حلوه، واجيال عظيمه واجيال رائعه استطاعت ان تقود مصر سبع مرات الحقيقه، اخرهم كان 2010. طيب قبل الحقيقه ما اكمل كلامي مع حضراتكم عن هذه او في هذه الحلقه، خلينا نروح لمدير المنتخب الوطني المهندس ايهاب الهيطه. باشمهندس ازي حضرتك؟ ازي كابتن اسلام، اخبارك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت سالم كابتن اسلام، الله يخليك. عملتوا عيد يعني رحتوا واتفسحتوا وكده ولا ما لحقتش؟ اه طبعا. انت تلاقيك ما لحقتش. اول يوم العيد في المقصر الحمد لله يعني. طب ده فسحه حلوه جدا. لا تمام يا كابتن اسلام، الحمد لله الدنيا كويسه. لكن دايما انا عارف ان يعني حضرتك وبقيه المساعدين الحقيقه عاملين شغل رائع، سواء في الناحيه الاداريه وان شاء الله تبقى الناحيه الفنيه، دي هنشوفها من خلال الملعب. يعني طمنا على النواحي الاداريه في منتخبنا الوطني يا باشمهندس. بص يا كابتن سامي، احنا النهارده رابع يوم على التوالي استعداد مع الجهاز الفني التجاري، خلاص يعني هم يمكن انت عارف معسكر كله 10 ايام محتاج لياقه بدنيه، بعض اللعيبه محتاج القوى البدنيه التكتيك في الكوره، انت عارف اكثر طبعا من هذا الكلام، فبالتالي هو عامل فترتين صباحا ومساء، صباحا في عندنا الجيم او التدريب في الملعب ومساء في تدريب في الملعب، فاحنا كل يوم خلاص لغايه نهايه ال 10 ايام خلال بس مباراتين بتاع تنزانيا ودنيا هيكون المعسكر بالشكل ده عشان نحاول بس نكسب الوقت في ال 10 ايام دول ان شاء الله. يعني المباراتين الوديتين يوم 13 ويوم 16 وبعدها سوف يتم الانتقال الى القاهره اعتقد. يوم 17 يا كابتن اسلام هنتجه على القاهره على مكان الاقامه على طول. تعرف تكون لواحد البطولات دايما بتخش محل اقامتك ثلاث ايام، لكن البطوله المره دي الاتحاد الافريقي وافق سمح للانديه انها تخش قبل مباراتك بخمس ايام، فاحنا داخلين ان شاء الله على يوم 17 قبل يوم 21 بالمباراه الاولى ان شاء الله. امتى هيتم الاعلان عن القائمه النهائيه يا باشمهندس؟ احنا بكره خلاص، بكره انت عارف 10 يونيو ده اخر موعد للاسماء، اخر موعد اسماء يوم 11 يونيو، فبالتالي الجهاز الفني مطلوب منه ان هو يقرر بعد نهايه اليوم بكره ان شاء الله المجموعه اللي هي هتكمل معاه 23 لاعب. طيب في ناس بتتكلم عن ان محمد صلاح بكره هينضم او مش هينضم، وفي ناس ثانيه بتقول ان هو مش هينضم، هل سينضم محمد صلاح غدا الى معسكر المنتخب؟ لسه ما اتحددش مع وصوله. بيني وبينكم خليه يريح شويه، يعني هو محتاج اعتقد من الناحيه الفنيه ان هو ياخد وقته. انا هكلمك في النقطه دي برضو، هنتكلم عن 25 لاعب، بص الاقامه كابتن اسلام انت عندك 25 لاعب بالتراجيري مختار، تمام؟ 8 محترفين و17 محلي. تمام؟ الثمانيه المحترفين اللي هتعطي محمد النني ومحمد صلاح ست محترفين مخلصين دوريات امتى؟ من 15/5 لغايه 27/26/5. نعم. فبالتالي اخذوا راحه لغايه 6/6، اخذوا اسبوع مقبول في الفتره الحاليه، يمكن النني حتى لو ما شاركش في المباراه النهائيه، لكن احنا ان شاء الله لو مكملين ان شاء الله بيوم معطى نهايه الدور 19/7، فبالتالي المعسكر الاعداد مع الانديه اللعيبه المحترفين هيرجع طول على شهر 7. فبالتالي مش هياخدوا اجازه خالص، فبالتالي هو كان وجهه نظره يريح اللعيبه المحترفين فتره اجازه الراحه بتاعتها، عشان دي برضه كان وجهه نظره في اللعيبه المحليين، وكان ليه وجهه نظره يوم 3/6 عايز اخر المباريات عشان برضه اللعيبه اللي بتلعب يوم 3/6 تكون بتريح لهم ثلاث ايام ده اقل شيء تقدر تريح فيه، انت فاهم اكثر من هذا الكلام، ثلاث ايام مريح فيه لعيبه الاهلي مريحه يعني اربع خمس ايام قبليها، فبالتالي اللعيبه كلها جايه مرتاحه، فبالتالي عنده شغل جامد قوي في ال 10 ايام دول، فدي وجهه نظر الناحيه الفنيه لما بدي راحه لبعض اللعيبه. طيب المعسكر او المباراه المباراتين القادمتين هل هيتواجد فيهم جميع اللاعبين انا مش عايز اكلمك على اللعيب بعينه، انا عايز اتكلم بشكل عام، ولكن هل سيتم في لعيبه سيتم استثنائها مثلا من المباريات القادمه المباراتين الوديتين مثلا ولا لسه 25؟ طبعا مباراتين وانت عندك 25 لاعب او 23 لاعب هيكون في القائمه، فبالتالي لازم هيشارك ال 23 لاعب يشاركوا، شيء طبيعي من الناحيه الفنيه لازم يشوف يقف على القوام الكامل في الحته دي، لكن انا ما عنديش معلومه طبعا لسه الجهاز الفني ما قررش مين هيشارك مش هيشارك. نعم. لكن الطبيعي ان هو كله هيقف على قوام انت من المباراتين دول، استنى المباراتين دول يمكن الفتره اللي فاتت كان عشان تلعب مباراه وديه مع المنتخبات المتاهله، كل واحد ليه ظروفه، بمعنى انت منتخب مصر معسكر في مصر،
فبالتالي المنتخبات الاخرى لما تيجي تلعب كاس معسكره برضه نفس الشيء او قريبه منك. نعم. في منتخبات اخرى معسكره في اوروبا، فبالتالي بتبقوا يلعبوا معاك نفس تسافر اوروبا وترجع تاخد 10 اجسام. مظبوط مظبوط. الوقت ده جدا لما تلاقي ثلاث اربع منتخبات مقبولين من ناحيه الوجه النظر الفنيه، فتم الاختيار على تنزانيا وكينيا عشان يجرب العناصر كلها ان شاء الله. اخيرا يا باشمهندس، هل سيتم الاحتفال بمحمد صلاح كبطلا لبطوله دوري ابطال اوروبا، ولا انتم مأجلين الموضوع ده ان شاء الله ليبقى احتفال واحد؟ بالسلامه، يجي بالسلامه بس ان شاء الله، والناس كلها مبسوطه والناس كلها. اعتقد يعني انت شايف الحاله اللي معموله في البلد كلها، اللعيبه مبسوطه، الجهاز الفني مبسوطين، دي حاجه مش شايف حاجه محترمه جدا. فاعتقد يعني لما نيجي ان شاء الله نعمل حاجه ان شاء الله. اخيرا يا باشمهندس معلش انا اسف، المباريات او يعني بدايه البطوله وهنا على ارض مصر الضغوط هتبقى كبيره جدا جدا على اللاعبين، هل مستر خفير دايما بيتكلم مع اللاعبين على هذا الموضوع، ولا لسه الامور الفنيه او يعني لسه ما بداش يتكلم معاهم في هذه في هذا الامر تحديدا؟ اول محاضره يوم الدخول كلموا في هذا الكلام، في ضغوط، الناس كلها مبسوطه، الناس كلها سعيده بالبطوله، وخلاص لازم تشرفوهم. انا بشوف الضغط ده ضغط ايجابي، عندك حماس جماهيري، بنحاول احنا نشيل الضغط السلبي في الحته دي، لكن الضغط الايجابي الناس بيلعبوا على ارضهم في استاد القاهره وسط جماهيرهم، اللعيبه جاهزه ان شاء الله تكون جاهزه الناحيه الفنيه. اكيد الجهاز الفني بيتابع المباريات الوديه للمنتخبات زيمبابوي واوغندا، واكيد يعني امبارح زيمبابوي لعبت مع نيجيريا، النهارده اوغندا لعبت، فمتابعين هذه الامور؟ طبعا يا سامي، احنا متعاقدين مع من كبرى الشركات العالميه في السكاوت، خلاص انت تفهم كويس جدا في الموضوع ده، خلاص انت ما بقتش انك تتفرج على المباراه وخلاص، يبقى في تحليل لكل لاعب، المنافسين بيجي لك التقارير، بيجي لك المباراه على طول بالتفاصيل بتاعتها، بالتقارير بتاعت اللاعب، السكاوتنج بقى علم مطلوب النهارده، يعني ما بقتش النهارده تتفرج على مباراه بس وفقط خلاص يعني. طبعا كله خلاص، احنا الحمد لله بقى لنا فتره متعاقدين مع الشركات دي، زي المنتخبات العالميه كلها، اي منتخب بره بيعمل ده نفس الكلام يعني. عموما يا رب نتمنى لكم كل التوفيق، انا عارف ان في ضغوط كبيره جدا ولكن قدها وقدود ان شاء الله يا باشمهندس. شكرا جدا يا كابتن. شكرا حضرتك، اشكرك على وجودك معانا المهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب الوطني، الحقيقه طمنا على امور كثيره جدا.